معانا سيادة المستشار تركي الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. اهلا بيك يا فندم، ازاي ما عليك؟ اهلا 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 وسهلا يا عمر. الف مبروك يعني. الف مبروك يعني النهائي الناجح. الله يبارك فيك، ده مجهود كل الفريق العمل اللي عملوا معانا فيه الحمد لله. يعني البطولة دي كانت حلم وناس كتير كانت شكة انها هتبقى ناجحة وهتبقى مثيرة، ولكن لغاية ما وصلت للنهائي شفنا يعني انطباع الناس عنها والنجاح بتاعها حتى النهاية. يعني تشك يا عمرو، البطولة هذه كانت في فترة من الفترات اهملت، وكان يعني تلعب بالتجمع وتلعب بأقصى حاجة 6 إلى 8 فرق، وما كانت الفرق تلعب بالتشكيل الأساسي. أنت لما تتكلم يا عمرو عن 32 فريق في الوطن العربي، وأكثر من أساسا 40 فريق شارك، ومنهم 32 فريق في بشكل مباشر وفي بشكل غير مباشر، ولما تتكلم عن ما يتجاوز 70 مباراة اتعملت في كل أنحاء الوطن العربي، النصف مليون مجموع الجماهير اللي حضرت البطولة، والمشاهدين تجاوزوا 300 مليون. أشكر قناة أبو ظبي على النقل المتميز، أخو يعقوب السعدي وكل القائمين، والنهائي الكرنفال اللي صار أمس. لما تتكلم عن ما يقارب 15,000 من السعوديين والخليجيين، وما يقارب من 4,000 أو 5,000 من إخواننا الأشقاء في تونس، والحضور العالي المستوى من شيوخ وأمراء ووزراء ورؤساء اتحادات وإعلاميين ونواب مصريين، يعني كوكتيل كامل الحمد لله، جهد سنة كاملة لم يضع في الحضور. الحمد لله. احنا فهمنا كمان ان الكأس الجديدة هتبقى باسم او على اسم ملك المغرب، يعني شفنا زيارة حضرتك للمغرب اخيرا وعرفنا ان الكأس الجديدة ستكون باسم ملك المغرب. تشرفنا بمقابلة جلالة الملك محمد السادس، شخصية عظيمة وشخصية وقائد ورمز من رموز العربية، وحظينا بشرف ومباركة، واخذنا مباركة بإطلاق النسخة القادمة بمسمى، وهذه إن شاء الله راح يكون النهائي في الرباط في 2020، وإن شاء الله من جولة إلى جولة ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله، والمغرب جاهزة وقاعدة جماهيرية كبيرة، ونتوقع إن شاء الله إحنا بنحاول كل مرة أن إذا لم نقدم الأفضل ألا ينزل المستوى عن المستوى اللي وصلنا. شفنا انفعالاتك وقت الماتش، كان صعب طبعا، انت كنت اكيد مساند فريق الهلال، ولكن انفعالاتك كلها كانت يعني ناس كتير وقفت عندها، كان احساسك ايه وانت طبعا اكيد كنت بتؤيد او تساند الفريق السعودي؟ يا عمر انا بشر في الاول والاخير، اهم شيء انه انفعالاتي هذه لا تؤثر على المباراه ولا تؤثر على سير المباراه. الاول والاخير انا بتعاقد مع فريق الهلال اولا، يعني لانه يعني انا كنت في زمانات مشجع لنادي الهلال ومن صغري، وابتعدت عن الكره السعوديه في الفتره الاخيره كثير تماما، فبقيت اركز في اشيائي الخاصه وفي عملي الخاص، لكن هذا شيء طبيعي، اهم شيء انه لا ياثر على نتيجه المباراه ولا ياثر على الفريق الثاني. انا اساسا قبل بدايه المباراه زرت الاخوان الفريق التونسي وشجعت الفريق وشجعت اللعيبه على تقديم افضل مستوى، ولما انتهت المباراه رحت وعملت معاهم احتفاليه وفرحت، وفعلا انا كنت سعيد بعد نهايه المباراه، انا كنت سعيد لان فعلا القاعده هذه راح يعني تعني الكثير لفريق النجم الساحلي، وراح تساعد النجم الساحلي اول شيء انه جاهز بمسمى كبير وبطوله كبيره ودفعه معنويه عند الجماهير في تونس، والشيء الثاني الجائزة أيضا المادية راح تساعد الفريق في الموسم القادم يقدم مستويات أفضل وأفضل. كانت تونس شعب طيب ومعطاء، يعني إحنا ممكن نشوف أنا بعد الكأس العام. أنا وقت الماتش يا عمرو بعد ما انتهى رحت
لجمهور كاس تونس وهيفنا سوا وكانوا مبسوطين وشكروني وما سمعتش كلمه بذيئه واحده. الحمد لله. لا كلمه بذيئه ازاي يعني؟ طبعا جمهور دوله الامارات والجمهور اللي موجود كله دي اخلاق الشيخ زايد واخلاق محمد بن زايد واولاد زايد كلهم دايما جمهور وافي وجمهور ملتزم. حتى الموجودين يعني من اخواننا في تونس وكل الجاليات العربيه لم اسمع الا كل ما يسر